والصلاة والسلام على رسول الله. صحة رمضانكم حياتي، كراكم دايرين ان شاء الله تكونوا كامل ملاح ان شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم وصفة رولي بالجلبانة، بغيت نشارك الوصفة معكم. هنايا عندي الكيكوطة تاعي، درت هذو شوية تاع دجاج ونقطع عليهم شوية بصل وخليه يتقلى مليح مليح، تقلقش عليه، ودرت شوية جلبانة، هذه الجلبانة مكونجيليا دوك راهي غالية، درت هذه الجلبانة طبق هايل للشباب، درت لي زيبيس تاوعي، درت الكركم ما درتهاش حمراء، درتها شوية سكر بشغي حبيبة طماطش معها، درت الكركم والفلفل والزنجبيل، الزنجبيل يجي فيها شباب بزاف ما تكثريش منه، وسكر فشتي حبيبه طوماتش صغيره الى جا الكولير باش ما تجيش حمراء حمراء بزاف، شويه نقص عليها النار هنايا وراه يتقلى مليح مليح، ما تقلقيش ديري الماء تجي ماكلتك سانطا، وما تنسيش الملح. وهنايا عندي نص صدر تاع دجاج، راكم تشوفوا الكميه قليله بصح دارت لي، طحنته في الاشواغ ودرتو هنايا لي زيبيس اللي درتهم في السقية تاعنا، درتهم هنايا، درت الكركم ودرت الفلفل والزنجبيل ودرت هنايا هذا الثوم، الثوم اللي طحنته في الشتاء يعني طحنته، ودرت ثلاثة تاع مغارف تاع لا شابليغ وخبز المطحون، وهذاك الثوم قعدت البنة تاعو هايلة، قلت لك يا دادا تسيبيه كيما الحسنة وصح، جبت البلاراس تواجد نديرو كامل في كامل الماكل تاوعي، ودرت شويه زبده نص مغرف كيما شفتو، شويه زبده باش يجيك الرولي تاعك طري ما يجيش ناشف، وقطعت القزبر، قزبر قوي انا يعني نبغي القزبر بزاف، انا المعدنوس والكرافس ما يبغوهمليش في الدار. هنايا لازم تخلطيه مليح مليح بيجي كاع متماسك الرولي تاعك ما ينحلكش، يعني راك تشوفي الملح ما تنسيش، جا هايل، جات البنة تاعو شابة، الرولي راني عارف كامل تعرفوا ديروه، غير بغيت نشارك خياتي الوصفة اللي درت انا في رمضان وجات بنينة بزاف. هنا راني خلط فيه مليح وزدت له شوية زيت، غير شوية زيت بهذاك الدجاج كي شغل يتحمر لك يجي فيه واحد البنه هايله، وحركيه مليح مليح. هنايا نقول خياتي ما تنساونيش بلي جام لي كومونتير، ربي يفرحكم في هذا رمضان ان شاء الله، طلعوا لي قناتي الله يخليكم، كثروا لي لي جام. وهنايا جبت هذاك الصدر تاعي تاع الدجاج، درته في البابي سيلفان وبقيت نمشي فيه غير بيدي، قادرة تستعملي الرولو هنا، ديري صاشية فوق وبرك باه ما يسقلكش هذاك اللحم تاع الدجاج في الرولو، انا استعملت غير يدي انايا، ورقيه يجيك بنين وشباب، وجي الدورات تاعو شابين راكم شايفين، ما درت لا بيض لا والو غير هكا، وما نحل ما والو جا هايل، والبنة تاع القزبر جات روعة فيه. وهنايا هذا الفرماج تاع البيدو درتو فيه لداخل هنايا، ولهنايا كل وحده واش تبغي دير، انا درت هذا الفرماج، ولا عندك ذاك الفرماج المرابي تعرفي كيفاش كل سيده وتعرف كيفاش تفنن في الماكله تاعها. انا هذا الزيتون ميكسيتو، زيتون تاعنا تاع الجواز الاخضر ميكسيتو، درتو فوق الفرماج وتبقاي هاكا تشوفي فيا، ومن بعد تبداي ترولي فيه هاكا تشوفي هنايا، وزيريه كي تبداي تدوري فيه زيريه باه ما يجيش فيه الفراغ من الداخل وما يخرجلكش هذاك الفرماج، هاكا تشوفي كيما درت انايا، وصغري الدوره باه يجيكو الدورات بزاف، صغري الدوره كي تشوفي جابنين بزاف، نتمنى كل واحدة تجربو، قادرة ديريه بالزيتون ما ديرش الجلبانة، أنا عارفين بلي الجلبانة راهي غالية ضروك، هذيك كونجلي فار مليحة درتها بالكونجلي طاب الترفيس،
هاك تشوفي هنايا لازم تدخلي داك الفرماج هنايا كتشوفي فيه اللي دخل فيه. وتزيري عليه بهذا السلفان تعقديه من ومن وتزيري عليه كي شغل دوري هكا دوريه وبيجي عالي قدمي هكا باش يجيك عالي الرولي تاعك ويجي شباب. في ذي المرحله قادره ديريهم غير صغار تقسمي الزدر تاعك وتقسمي على ثلاثه ولا اربعه وديريهم صغار. انا درتو هكا كبير مره واحده فما ضلوش واقفين في الكوزينه راكم عارفين هي تاع رمضان. ودرت الالومنيوم هنايا واني دايره قدره وكسكاس انايا فورتو يجيني سهل وما ينحلش فورتو هنايا باه درتو في الكوشه. هنا ندير القدره والكسكس ونثقبو دوك بالكيردون ثقبت هنا بالكيردون ودرت الفور وجيت تثقب ديريها من فوق في القدره باه ما يسيلكش هذاك اللي دام تاعو. وهنايا بالخف مامبا واحد الربع ساعه ولا هاك تشوفي هنايا جبدتو. ودوك انا ندهنو بالزبده ونديرو في الكوشات يتحمر جهايل ديك الزبده عطات واحد البنه روعه. الكوشه لازم تكون حاميه حاميه بزاف باش يتحمر لك بالخف جهايل. وهنا قطعت وكم تشوفوا الطبق تاعنا ان شاء الله يعجبكم خياتي وتجربوه. ونقول لكم في الاخير رافقتو بشويه بطاطا مقليه قطعتها ريات وان شاء الله يعجبكم طبق خياتي. ونقول لكم في الاخير صحه فطوركم ومع السلامه وتهلاو في روحكم.